نعم، مساء الخير. طبعا هذا الجزء من التقرير السنوي بالأرقام والإحصائيات التي تمكن المرصد من توثيقها، وثقنا عملية القتل والجرائم التي تزايدت بشكل كبير جدا في مناطق سيطرة النظام العام الفائت. عندما تحدثنا عن هذه الجرائم شاهدنا بأن هناك أطفال كثر يعني قتلوا بجرائم مختلفة وبطريقة قتل مختلفة في مناطق سيطرة النظام. نتحدث عن 159 جريمة قتل، هذا رقم كبير جدا وليس رقم عادي في دولة من المفترض بأن يوجد لديها أجهزة أمنية تتعلق بحماية المواطن، أي مواطن يحمى لا نعلم. نتحدث عن طفلة على سبيل المثال جوا اسطنبولي التي كانت قضيتها شغلة الرأي العام الدولي عندما قتلت على يد تجار مخدرات نتيجة خلاف على صفقة مخدرات بينها وبين والدها عفوا وبين التجار. نتحدث عن بشكل شبه يومي نتحدث عن جرائم قتل تحصل في مناطق سيطرة النظام، الرجل يقتل زوجته، زوجة تقتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها، العثور على رجل مشنوق، العثور على طفل مقتول في الشارع، أي أن هناك تصاعد كبير جدا في حالات القتل في مناطق سيطرة النظام. يعني نستطيع التأكيد يكاد لا يمر يوم إلا ويسقط هناك أو يحدث هناك جرائم قتل في مناطق النظام، بعضها نتمكن من توثيقه، بعضها مع الأسف لا نتمكن من توثيقه لأن الأراضي السورية شاسعة ولا نستطيع أن يكون لدينا مراسلين في كل بلدة وقرية من الأراضي السورية. طيب سيد رام، يعني برأيكم هل تؤشر هذه الجرائم إلى فوضى خلاقة أم فعلا أن الحكومة السورية فقدت السيطرة أمنيا؟ هي فوضى بلا أخلاق مع الأسف، وليس فوضى خلاقة، فوضى بلا أخلاق. عندما نقول أن هناك نظام بشار الأسد لا يستطيع أن يقوم باعتقال قاتل الطفلة جوا اسطنبولي في حمص رغم من أننا نشرنا تفاصيل التفاصيل، هذا يدل بأن النظام بلا أخلاق، أجهزة النظام بلا أخلاق عندما لا تستطيع القبض على القتلى. هناك بعض القتلى نعم يجري القبض عليهم لأنهم من الناس البسطاء، المجرمين البسطاء الفقراء، ولكن المجرمين الذين هم لديهم علاقات بالأجهزة الأمنية، الذين هم أثرياء وتجار مخدرات، هؤلاء يفلتون من العقاب ولا أحد يستطيع الاقتراب منهم. يعني عندما نشاهد قبل يومين عندما يقدم طالب مدرسة على طعن مدير المدرسة وقتله في حماة، إلى أي مدى وصلنا؟ إلى حد وصلنا من حد ارتكاب الجرائم، أصبح القتل وكأنه شيء عادي في التراب السوري. طيب اليوم أين تتجه الأمور في سوريا في ظل حالة فلتان أمني، فوضى، أزمات بالجملة مع استمرار دوامة العنف والقمع والأوضاع المعيشية الصعبة؟ نعم، الأوضاع المعيشية الصعبة سوف تجعل البعض من المواطنين السوريين أن يلجؤون إلى قضية السرقات، وفي حال وضع السرقات قد يضطرون إلى القتل إذا ما وجهوا الناس الذين سيسرقون منازلهم وشابهوهم وقوموهم سوف يقومون بقتلهم أو يقتل السارق. لذلك أقول بأن حالة الفقر المزري تدفع السوريين للوصول إلى هذه المرحلة، وأيضا حالة الفقر تدفع بعض المجرمين إلى امتهان أو بعض الأشخاص الذين لديهم قابلية لامتهان الجريمة في سبيل الحصول على الأموال. من كوفنتري كنت معي السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشكرك جزيل الشكر.